بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. هنكمل الديمو بطريقة تانية. ده في الفيديو الأولاني شفنا إزاي نشيت المكالمة من خلال ويب سيرفيس. طيب، أنا افترض إن أنا عندي أبليكيشن عايز انتجريته مع الاستريكس، والانتجريشن غالبا بيتم لسببين. السبب الاولاني هو كليك تو دايل، ده الديمو اللي شفناه في الفيديو الاولاني، اللي انت بتتصل بتعمل اوت جوينج كول من خلال سي ار ام، تكليك على الرقم اللي انت عايز تعمل له دايل من الداتابيز بتاعتك، هو السيستم بقى يكلمك على الاكستنشن زي ما اتفقنا، الداخلي او رقم تليفون الايجنت بتاع السيلز، ويروح يتصل بالرقم اللي انت عايز تكلمه. الحاجة التانية اللي بنعمل عشانها انتجريشن في اغلب الاحيان هي الانكومينج كول. انا محتاج بقى ان انا اطلع بوب اب كول في السيستم عندي تقول لي ان العميل ده رقم التليفون بتاعه، يروح سيرش في الداتابيز ويدنتيفاي العميل ده ويطلع لك الانفورميشن بتاعته او البيج بتاعته في السيستم بتاعك. ده برضو بيتم من خلال configuration بين التو applications، الابليكيشن اللي عايز integrate بيه مع ال CRM. بس ده مش هنتكلم عليه النهاردة لان ما فيش سيناريو موجود ممكن نعمله، بس هو يعني كنت عملته قبل كده في الانتجريشن مع الفي تايجر والاسترسك. طيب، انا هفترض دلوقتي انا عندي ابلكيشن، بس ما يعني ما تخليناش نربط ان كل حاجة سي ار ام وار بي، في مليون ابلكيشن تاني ممكن ينتجريت مع الاسترسك ويعمل منه كولز. يعني تخيل على قد ما تتخيل، يعني اي حاجة، يعني انت يعني لو قلت له انا عندي فاير سيستم عايزه لما درجة الحرارة توصل لدرجة معينة في مثلا في مكان معين، يروح يكلم البي بي اكس ويروح يعمل منه كول. يعني دي فكرة برضو، يعني مش كل حاجة سي ار ام وي ار بي. عندي الداتا سنتر، والله لما درجة البرودة تقل فيها عن كذا روح اعمل المكالمة دي، روح كلم الرقم ده، تمام، سمعه بقى، سمعه بلاي باك، يعني سجل له مكالمة وسمعها له، او خلي اكستنشن يكلم اكستنشن، يعني روح اتصل بالرقم التليفون ده وخليه يكلم الرقم ده، تمام. طبعا يعني انا بدي بس يعني اي امثلة ممكن تكون ملهاش مش متطبقة قوي في الواقع العملي، بس يعني ايه، ابعد عن فكرة ان هو سي ار ام هو ار بي، في مليون حاجة ممكن تقوله لما ميل يوصل روح اتصل لي بالرقم ده، تخيل بقى يعني، فاهم. فطيب انا هانتجريت هنا حاجه غريبه شويه، هانتجريت الكوماند لاين ده مع البي بي اكس، يعني انا عايز اكتب كوماند هنا يروح يعمل مكالمه، تمام. ده انتجريشن برضو. اوكي، طيب انا عايز اقول له مثلا اهو زي الاكزامبل اللي فات، سند كول، ماشي. احنا ممكن نمشيها كده خطوة خطوة. سند كول هو هيسألني من مين، من 111 لمين، دي 10 10، استخدم سيرفر ايه، سيرفر ايه، تمام، اتصل اهو. مكالمة بين الناحيتين. طيب تعالى ناخدها كده سطر واحد نقوله له برضو اهو، اوكي شغالة برضو. اوكي، طيب تعالى نعمل اللي عملناه المرة اللي فاتت، نقول له send call من 10 11 ل 6 3 8. ودي مكالمة خارجية هي عشان استخدم ال outgoing روت او الترنك بتاعي، يعني بقى الصوت هتسمعوه ولا تسمعوه تقريبا، تمام. ادي مكالمة راحت اهو من ال extension ده، طلعت بره من application
لا هو CRM ولا هو ARP، في اي ابلكيشن تمام تقدر تنتجريت بيه مع البي بي اكس وتعمل اللي انت عايزه. اتمنى يكون الفكرة وضحت، واي تفاصيل ممكن تبعتولي على الكونتاكت الموجودة تحت الفيديو. شكرا ليكم.